طالبنا العزيز، أنا الدكتور المشارك إمره إبيك، أخصائي في أمراض القلب وعضو هيئة التدريس في برنامج تقنيات التروية الدموية بالمعهد المهني في جامعة نيشان طاشة. تحتل اليوم الوفيات من جراء أمراض القلب والشرايين المراتب الأولى في العالم، كما ويجري قسم كبير من العمليات لهذه الأمراض عن طريق استعمال مضخة الرئة والقلب. يكمن نظام هذه المضخة بعد تعطيل عمل القلب والرئتين أثناء جراحة القلب من إرسال الدم إلى جميع الأنسجة بخطوط اصطناعية، فيتيح بذلك الحفاظ على حياة المريض. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام أجهزة دعم القلب والرئة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من خلل في وظائف هذه الأعضاء قبل أو بعد جراحة القلب. عن طريق استخدام هذه الأجهزة يمكن للمريض العودة إلى الحياة أو الاستعداد لعملية زرع قلب ومواصلة حياته. لذلك يعد إعداد واستخدام وصيانة مضخة القلب والرئة والأجهزة الداعمة ذات أهمية كبيرة لحياة المريض. الغرض من برنامج تقنيات التروية الدموية هو تدريب فنيين صحيين على إعداد وتشغيل وتتبع جملة من الأجهزة الطبية، وهي جهاز القلب والرئة المستخدم في جراحات القلب، وأجهزة دعم القلب والرئة المستخدمة في فشل الدورة الدموية أو الجهاز التنفسي وغسيل الكلى، وأجهزة ترشيح الدم المستخدمة في الفشل الكلوي، وأجهزة النقل الذاتي، وذلك تحت إشراف طبيب متخصص مثل جراح القلب والأوعية الدموية أو طبيب التخدير. بالإضافة إلى المعرفة في هذا المجال، يجب على فنيي التروية الدموية أن تكون لديهم المعرفة بغرفة العمليات وإدارة خدمات التخدير. باختيارهم جامعة نيشان طاشة، لا يكتفي طلابنا بالحصول على شهادة فقط، بل ستكون لهم القدرة أيضا على مواصلة حياتهم التعليمية عن طريق نظام تعليمي يهدف إلى اكتسابهم الكفاءة المهنية والتفكير وخلق الأفكار ضمن رؤية التعليم 5.0 في حرم ماسلك 1453 نيوتك الجامعي، إلى جانب استفادتهم من منحة دراسية دون انقطاع إلى حين تخرجهم. يقدم لطلابنا دورة مجانية في امتحان اختبار الموظفين العموميين، وبالشراكة مع جامعتنا تكون لهم الأولوية في فرص العمل والتدريب العملي. عن طريق الفرص الاجتماعية الغنية التي يوفرها حرم نيوتك الجامعي، يصبح طلابنا متعددي التوجهات من خلال تفاعلهم الاجتماعي. ندعم طلابنا بشهادتين إلزاميتين في كل مجال، بحيث يمكن لخريجينا أن يكونوا من بين الأفراد ذوي الخبرة والكفاءات الذين يتم البحث عنهم في سوق العمل. إضافة إلى ذلك، بفضل الشراكة بين جامعة نيشان طاشة ومؤسسة العمل التركية، سوف يقوم هذا الأخير بخدمة طلابنا فقط داخل جامعتنا وبتعريفهم وخريجينا للحياة المهنية. فوق ذلك، يتاح لطلابنا فرصة للدراسة أو التدريب العملي في الخارج، وذلك بدعم من المكتب الدولي. من أجل تحسين لغاتهم الأجنبية، يمكن لطلابنا إكمال تعليمهم التحضيري للغة الإنجليزية في معاهد جامعتنا في لندن ودبلن، والحصول على شهادة ثانية مجانا عن طريق التسجيل في برنامج القسم المزدوج. ننتظر كل الطلاب المرشحين الذين يريدون الالتحاق ببرنامج تقنيات التروية الدموية في جامعة نيشان طاشة.